فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نسيت صلاة العشاء البارحة ولم أتذكر إلا عند صلاة الفجر، فصليت الفجر مع الجماعة ثم قضيت صلاة العشاء بعدها، فهل فعلي صحيح؟ لا، غلط، كان الواجب، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن يجب عليك تصلي العشاء، الترتيب واجب، صلي العشاء قبل ثم تصلي الفجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.